نفحات ربي بشرت بجناني، طوبى لنا بالصوم والغفران. شهر كريم مغدق بعطائه، قد ضاعف الله الثواب تكرما، يجزي به فضلا بلا حسبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الرحمن وبياكم، وسدد على الحق خطاي وخطاكم. اليوم حلقتنا راح تكون غريبة شوي، نعم، ما فيها تسليط الضوء على ما كان من أيام خلت. أنتم شفتم في الحلقات الماضية وشفتم في الأيام التي خلت برمضان كامل مخالفات يقع فيها بعض الناس وتساؤلات كثيرة جدا من بعض الناس، الفعل هذا صح؟ من الصح، هم ولا نحن؟ الصح في هذا والحكم في هذا حكمه إلى الله عز وجل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأنا راح أذكر بعض التساؤلات التي وردت من بعض المتابعين وكثير من المشاهدين وكثير من حتى اللي معانا، تساؤلات تتعلق في العبادات التي مضت في رمضان. أولا، لا نعلق العبادة في أيام معينة. احنا شفنا الناس، ترى شيء محزن، ليلة 27 المسجد مالك مكان، 28 وين الناس؟ والله أمر محزن وأمر يدمي القلب. حتى الناس، ما أقول غير المسلمين، يعني يقول هذه بس باليوم واحد بس نجتهد، لا، هذه من جملة أخطاء بعض الناس، يجتهد في ليالي، وهذا من الحرمان بمكان أن يعبد الله في ليالي معينة. الأمر الآخر، لاحظنا بعض الناس قد يفرط بالفرائض، ونوم بعض الناس عن الفرض، والتساؤل هل هذا يسمى صائما؟ الصيام الحق إذا حافظ الإنسان فعلا على الواجبات وأدى الواجب الذي عليه. سئل نبي الأمة عليه الصلاة والسلام بأبي أمي، قيل يا نبي الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ أنا بسوي عمل شيء الله يحبه. قال صلاة في وقتها، صلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الصلاة في وقتها أعظم من الجهاد، بل هي جهاد في سبيل الله. بعض الصائمين ما يصلي الصلاة بوقتها، صايم نام يقوم يجمع الصلوات، بالله عليكم هذا يسمى صائما صيام حق؟ لا. أنا الحلقة هذه جمع بما رأينا من الأيام اللي فاتت، كلكم رأيتم وأنا أعلم تسارت هذه ترد لدى بعض الناس، هذا ما يسمى صائم صيام الحق، صيام حقيقي في امتناع الطعام والشراب، في صيام الجوارح، صيام الأذان، صيام العين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تعظيم هذا اليوم، فواحد يجتهد. فالذي رأينا من بعض الناس جمع صلاة جمع صلوات، النتيجة ترى بعد يومين بل بالأيام القابلة، كل اللي جمعنا في الأيام اللي فاتت كم باقي؟ إذا ثبت إلى رمضان خلاص ما بقي شيء، انتهى رمضان خلاص ما عاد فيه، ويمكن يكون آخر رمضان. أحسن من الليلة يمديك. شلون يمديني؟ صعب. من قال ما يمديك؟ يمديك. اللي توب الله يغفر له ذنبه، صح؟ صح؟ لا، الله ما يغفر له، تبدل حسنات، يمديك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللي توب الله ما يغفر له ذنبه، بل تبدل كلها حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. هنيئا الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، واسحب على الصلوات، الله غفور رحيم ويسمع محرمات في نهار رمضان وينظر إلى حرام، وين؟ الله غفور رحيم على كيفك بالجهة هذه، والله شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نحن في شهر عظيم، خير الشهور، خلق الله تعالى الشهور فجعل رمضان سيد الشهور كلها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أمر عظيم، فالتساؤل هل هذا يسمى صيام؟ لا، صيام الحق، تصلي الصلاة في وقتها، تجتهد بين الأذان والإقامة. الأيام العادية يمكن أنا أتأخر شوي، يمكن برمضان ما أتأخر، مستحيل، فرصة، ما ينام الناس، ما تنام من أجل دنيا، ما تنام من أجل عمل انتخاب أو تجارة أو بيع أو رمضان، فرصة استثمار الوقت، وهذه من أعظم الأوقات التي لا تجتهد فيها. سنلتقي بعد فاصل، كل معنا.
نفحات ربي بشرت بجناني، طوبى لنا بالصوم والغفران. شهر كريم مغدق بعطائه، قد ضاعف الله الثواب تكرما، يجزي به فضلا بلا حسبان. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. أيضا من التساؤلات المهمة جدا التي ذكرناها ونذكرها أيضا في الأيام التي مضت من رمضان الماضي، رأينا بعض الناس قد يتساهل في قضية الإفطار، في تأخير الإفطار، في تعجيل السحور وغير ذلك. متى يكون صيامنا وصلاتنا مقبولة؟ أي عمل نقوم فيه في حياتنا الدنيوية، عمل أردنا به طاعة الله عز وجل، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص بينك وبين ربك، تبي الشو، تبي السمعة. من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، والله غني عن هذه الصلاة وعن هذا الصيام اللي قدام الناس. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، مصيبة. فأنت لا تعبث، اغتنم في هذه الأيام المباركة. انتهى رمضان؟ لا ما انتهى. انتهى الخير؟ لا ما انتهى. الليلة قد تسبق الليالي كلها. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يختم القرآن مرتين باليوم الواحد. باليوم الواحد نعم يمديك، يلا أقعد، سويت أمور محرمة، أخطيت في رمضان، أخطيت في العشر الأواخر، سويت أمور محرمة، يمديك تقدر، باب التوبة مفتوح. قم صل ركعتين وعلنها توبة لله تعالى، واقبل على الله تعالى بقلب، واطلب من الله تعالى العفو والغفران. ما زال باب مفتوح، والله تعالى هو في كل ليلة اعتقى النار، اللهم اجعلنا إياكم منهم. يمديك، يمديك، أنا أسمعها من أخوك، يمديك. صل واغتسل وتب إلى الله تعالى والجأ إلى الله تعالى. ما أظن، لا أحسن ظن بالله تعالى، لا ظن بالله إلا خير. الأمر الآخر، بعض الناس يتساهل في قضية السنن. إحنا قلنا الآن فرائض في وقتها، السنن، السنة القبلية والبعدية. سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتي الفجر، يعني السنة خير من الدنيا وما فيها. وش ما في الدنيا من كنوز وقصور وأموال السنة. إذا سنة الفجر خير من الدنيا ما فيها، شو يقول بالفريضة؟ لهي أشد عظم من عند الله عز وجل. يتساهل بعض الناس في صلاة الفجر في وقتها، ينام بحجة أنه وراي دوام، واسحب الصلاة وراحت صلاة الفجر يقوم على دوامه. أي صيام هذا؟ تقول رحمك الله، لا ما ينبغي. حافظ على السنن، حافظ على النوافل، أي عبادة تؤديها ترفع إلى الله تعالى. انظروا لعبدي هل له من تطوع، رب صلى صلاة فريضة وناقصة وكلها تثاؤب وسرحان وما أدري شنو كذا، ولا سنة قبلية ولا بعدية، قد يرفض العمل. إنما تقبل الله من المتقين، ما أقصد يرفض ما هي مقبولة، يكتب له، يصلي الرجل الصلاة يكتب له نصفها، ربعها، خمسها. بعض من يصلي ما يكتب له من صلاته شيء، لأنه محروم، محروم، ما عرف كيف يغتنم هذا الوقت. يمديك أم الكريمة الغالية، تو طهرتي الآن، ولا الأخت الكريمة، يمديك تعمل من أعمال طيبة في هذه الأوقات الكريمة. رب رمضان، رب الشهور والأيام، رب العشر الأواخر، رب العشر الأوائل والأواسط، لا تبطل أعمالك. ناس تقاعست، وينكم؟ بالأمس القريب شادين حين بالعشر الأوائل، الأواخر من رمضان بعد ما بدأت الناس قامت تتقاعس، قلت الناس، خلصت ليالي الوترية. يا ليت قوم يعلمون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، فستذكرون ما أقول لكم. الله يقول في القرآن، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اجتهدوا واعمل يوم كأنك تموت غدا. قال حسن البصري يا ابن آدم، إنما أنت أيام، ذهب يومك ذهب بعضك. كم بقي من أيامنا؟ وما تدري نفسك ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسك بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اجتهدوا في رمضان وغير رمضان، اجتهدوا في الأيام هذه وفي وقت ما زال باب مفتوحا في دعائك، صلاتك مع الجماعة، القرآن والذكر. يمديك، والله يمديك، وابشر بالأجر إن شاء الله تعالى. صلاة التوفيق والسداد، سنلتقي في حلقة قادمة، كنا أحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نفحات ربي بشرت بجناني، طوبى لنا بالصوم والغفران. شهر كريم مغدق بعطائه، أنس وفضل من هدى الإيمان. تتنزل الرحمات في أوقاته، ويفيض جود الله للإنسان. قد ضاعف الله الثواب تكرما، يجزي به فضلا بلا حسبان.